هل صحيح أنه أكثر من يكره الحرب هم المحاربين والمقاتلين ورجال الجيش والهلال الأحمر والصليب الأحمر والأنظمة. لأنهم يعيشون الحرب، يكرهون الحرب. وجود فصيل سياسي لبناني مرتبط أو يحارب بجانب الجيش السوري، يعني حزب الله على سبيل المثال، هل هذا يؤثر على توازنات القوى السياسية في الداخل اللبناني، أو هل يؤثر على توازنات لبنان كدولة مع المجتمع الدولي؟ مع المجتمع الدولي طبعا هم تأقلموا مع الجو اللبناني، ولا بعتقد يريدون الاستقرار أيضا للبنان، لأنه لم يبقى رقعة أرض في المحيط تستطيعون أن يكونوا بأمن فيها.